Since 2011, tens of thousands of people have disappeared into a vast network of prisons and detention centers run by the Syrian government. Many have been taken to Saydnaya, a notorious and terrifying prison where detainees are incarcerated in horrific conditions, systematically and brutally tortured. Thousands have died in confinement. Inaccessible to journalists and independent monitoring groups, the prison is a black hole of which no recent images exist. The memories of those who survive it are the only available resource with which to understand what happens within Saydnaya. In April 2016, Amnesty International and Forensic Architecture travelled to Turkey to meet a group of Saydnaya survivors. We used architectural and acoustic modelling to reconstruct the prison and their experiences of detention. Because the prisoners were held in darkness and under a brutally enforced silence, their memories depend on an acute experience of sound. Footsteps, doors opening and locking, water dripping in the pipes. All of these sounds structure detainees' experiences of space and time and forebode what was to come. Based on these testimonies, we have constructed a model of the entire prison and located the witness testimonies and the sounds they recall within it. These testimonies are traumatic recollections and are rarely straightforward descriptions of events. In Saydnaya, the architecture of the prison emerges not only as a location of torture, but itself as an instrument in its perpetration. وسكروا الباب ورانا طب ما هن وقت سكروا الباب نحن يعني في شعور من الصدمه والوهله الاولى يعني في رعب بس ولا واحد مننا كان عم يجرؤ انه يرفع راسه لاني اعتقدنا انه ممكن يكون في واحد منهم موجود معنا جوا الغرفه فضلينا فتره طويله حتى بالاخير يعني صرنا نحتك ببعضنا صار في عنا جرأة نطلع هيك شوي 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 تاكدنا انه نحن في مكان ضيق ونحن لحالنا طبعا بالخارج كان في حاله من الهدوء التام ما في صوت نهائي حاله من السكون التام يعني احيانا صوت نقاط من الماء عم تجرب من السقف طبعا خلال هاي الفتره اللي كنا فيها عم نتعاقب تحت امام المنفردات في دم كتير كان بالارض في رائحه زنخه ودم صرت هون انا يعني اتحسس الجدران بدي اشوف لاني كل سجين بحاول يكتب على الجدار كذا بدي اشوف انه انا وين ضليت يعني اتحسس كل الجدران اخر شيء يعني صرت اشوف كتابات شوي صرنا نطلع بوجوه بعض ما عرفنا بعض لاني كل واحد كان حاله على الصفر حاله انه بشكل مشوه يعني وكلاتنا عورات يعني تفاجئنا ببعض نحن شوي صرنا نهمس لبعض نحكي مع بعض وين نحن وين كذا صرنا نتحسس المكان نحن الموجودين فيه قلنا لهم نحن وين قالوا لي نحن بصيدنايا صيدنايا يعني الهدوء هو سيد الموقف في كثير هدوء ما فيك تعلي صوتك ما فيك تحكي بصوت عالي دائما لازم تكون نبرة صوتك واطية فهذا الشيء بخليك تسمعي كل شيء بيبني تصور للأشكال والأشخاص معتمد على إيش على الأصوات اللي ممكن تصدر أثناء وجود هاي الأجسام اللي الخارجية اللي موجودة معه
فممكن هو يعرف الشخص من وقع خطواته، ممكن يعرف الشخص من صوته، ممكن يعرف مواعيد مثلا الطعام من صوت أوعية الطعام كذا. درجة السمع هون بتصير أقوى، ليش؟ لأن يعتمد على هاي على هاي الحاسة أكثر من غيرها، موت باقي الحواس مقابل هاي الحاسة. فيك تقلي بس عن الصدى بالزنزان؟ الصدى؟ إنه بتحطه هول في كليك بس، تقلي إذا هيدا الصدى ولا أكبر ولا أصغر؟ هيك كتير ناشف يعني. ما كتير في صدى. ما كتير في ناس كتير. ايه في ناس كتير. ما بصير في صدى. بس لو يكون قاعد واحد لحاله ممكن يكون في صدى. هيك هلا انت وقاعد بتسمع بالزنزانات بسمع صوت انه اجت سيارة هذا بنقول اجت دفعة. جهزوا حالكم لدي اجت دفعة كأنه. هل صار فينا بصير فيهم؟ هيك كل كم يوم بنفس الطريقة نفس الشيء نفس السيناريو اللي صار. بيصير معنا فهلي بيجوا جداد على صدنايا فنحن بنعرف انه جاي ناس جداد عم يسمعوا عياط لما بيكون ما في عياط بنعرف انه هدول الناس عادي من قلب السجن عم ينقتلوا صدنايا العكس تماما اذا بتصرخ بيزيد القتل اذا بتسكت بيخف القتل لحتى يوقف الاصوات اللي كثير مهمه يعني صوت عم يجي لعندك من ورا الحيط صوت ضرب أول ما تسمع صوت ضرب أنت بتضل حاطط إذنك إنه هذا الضرب حيتكرر لأكثر من مكان ولا خلص بس بهذا المهجع إذا ضربوا هذا المهجع ورجعوا ضرب وجه الصوت رد نفسه من مهجع تاني فأنت عارف إنه أنت هلأ جايك دور الضرب إنه هذا الضرب هو ضرب إشاط دبابة ولا هو ضرب الأخضر الإبراهيمي اللي عصاية تبع الصحية وفيني أعرف إذا هو ضرب بالرجل ولا ضرب بالإيد ولا دج بالحيط ولا بقدر أعرف من صوت الوجع ومن صوت وصلة الشيء على الجسم فيني أعرف شو هو لحنا نحس إنه مثلاً وقت نسمع صوت السجين ما قدر يصرخ أو فقد الوعي أو أو أو, أو. والرجلين للسجان تذكرون هل أدى سرعة ولا سريعين كثير لا أسرع من هيك أسرع هيك يمكن مثل اللي بيمشي على جمر بدون ما يدعس منيح يعني إذا كنت تقول يعني تماس الرجلين مع الأرض كثير محدود فصوت العاصفة صوت المطر صوت الثلج صوت الهواء هذا صوت مخيف 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 الهواء بس ليبلش يقوى ويتحول لريح نحن بصيدنايا عايشين طول الوقت ببرد ببرد شديد 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 يعني ممكن بالكلام ما ينوصف هذا الحال بس ولكن هذا البرد أودى بحياة كتير من الناس لازم أنا بهي اللحظة أطلع شوف مين في عندي بالمهجع من رفقات إنه وهم من عم يتطلعوا فيني مو بس أنا عم بتطلع فيهم أنا عم بتطلع فيهم بالكل وهم من عم يتطلعوا كل واحد عم يتطلع بالكل كل واحد بيناتنا عم يودع إنه هلأ في حدا حيرو هذا من الأصوات المهمة صوت الريح طب احنا هاي الصوره الجويه انا بدي امشي معك هلا طابق طابق اوكي اوكي واحكي لي انت شو بدك تضيف يعني انت اللي قودنا في هاي اوكي هاي الرحله هلا وعندك على هذا الصف كله منفردات
كم واحدة؟ هلا بتوقع أنا مو بتوقع عشرة، أكثر من عشرة، حوالي 12 واحدة. هذول قديش تتخيل حجمهم بالغرف؟ ثواني بس معلي بس دقيقة. آه. بالنص كمان. اوكي، يعني في ممرين ده كان في ممرين. فبس تنزلي هاي الغرفة هون تقريبا الباب صاير من هون من النص. هاي الباب. فعندك ممرين تجي هيك هون في عندك حوالي 12 وحدة، هون 12 وحدة، وهون في بالنص بناء في حوالي 24 وحدة. اوكي. فالمجموع كله 48 منفردة. هي مجموع كل المنفردات اللي تحت هذا الطابق. هلا هاي بيصير فيها كل شيء، يعني لما بده يجيبوا مساجين فبداية حفلة التعذيب بتبلش من هون. بس هي فاضية؟ يعني هي فاضية ما فيها شيء يعني ولا شيء أدوات ولا شيء. لا بلا فيها، صحيح نحن ذكرتين بالأدوات. هلا أحيانا كنا نشوف دولاب هون، الدولاب وأدوات التعذيب تكون محطوطة هون يعني دائما. انه دولاب كبال كرابيج تكون محطوطه هون. هاي دولاب هذا الدولاب. ففي مثلا الكابل الكهرباء كان هذا الصوت تبعه هيك انه مثل شيء بيلسع لسع يعني كيف. يعني مثلا هيك انه بيعمل هيك كان، وهذا كان يعني هذا كان كمان مو اي حدا يعني غير مو اي شرطي بيقدر يستخدمه لانه تقيل وبده قوه. يعني كان لما الشرطي يقتل حدا بهاتفه كثير يعرق وينزل، يصير هو تعبان لانه بده يرفعه بايدتينه هيك لفوق وبده ينزل فيه بكل قوته على رجلين السجين. هلا هذا الكبل ما بعرف اذا هذا هو كان كبل الدبابه، هذا صوته مثل يعني شيء كانك عم تهد شيء مهده، يعني صوته هيك حتى مو هيك يعني شلون بدي اقول لك شيء يعني هيك. هلا هون في عنا مطعم للمساجين. هلا في طاولات فيك تقولي لهون يعني لنصه هيك اذا تاخذ الطول نصه هون في مطعم، في طاولات اسمنتيه تقريبا بارتفاع هي الطاوله ومقاعد. يعني الطاوله هيك طبعا يعني واقفه هي من النص. فكيف بيستخدموها للتعذيب؟ لما بيقتلوا الواحد وبيضربوه هون فبيجيبوه لهون على المطعم. فبصير يطلع على الطاولات وينزل. عرفت كيف؟ يعني بمشوه هن لانه بالنص في كوريدور، فهنا ماسكوا الشرطي هيك عم يمشي، فهو عم يخبط بده يطلع، بيطلع مثلا على الدرج برد بيطلع على الطاولة برد بيوقع. فهون بقى نص العالم تتكسر، يا ايديها يا رجليها يا سنانها يا وشها، يا ما زبقى واحد بيوقع فوق عشرة انه ما حدا شايف شيء. فهذا المطعم شغلته كانت للتعذيب بس، يعني مو للأكل والشرب. بالنسبة لي من جوا على اليسار يعني بصيدنايا القصة حنتطرق لها بعد شوي، يعني حنجي على القصة بعد شوي. لفترة معينة بصيدنايا انقطعت عنا المي، أول مرة انقطعت 3 أيام. الشباب بيفوتوا على التواليت وبيمسكوا البربيش وبيقعدوا، ما أنا وصخ البربيش يعني بيقعدوا بيشفطوا هيك إنه يجيهم مي. يعني بعد هالثلاث أيام جابولنا لكل واحد بيناتنا قصعة مي صغيرة،
شربنا كل واحد شوي من أصل 9، يعني 9 أشخاص جابوا لنا كل واحد أقل من نص كاسة أو 3 كاسة، وكان في واحد أشرف على إنه كل واحد قديش يشرب يعني. فشربنا فنحن نسوء الحظ هاي كانت مبخوشة، فنزلت المي على الأرض زنزانة ونحن عطشانين، فكتير من الشباب صاروا يعني يلعقوا المي اللي على الأرض. بس لا شربنا ورجعوا قطعوا المي علينا لمدة 3 أيام تانية، يعني مثلا صرنا مثلا هلويس، صرنا مثلا ما نفكر منيح، صرنا نضيع بالأفكار. فحتى بصرت غمض عيوني لاقي شلالات مي عم تنزل يعني. فتالت يوم اجى لعندي رفيق اسمه احمد، قال لي هلا بدي اذا ما اجت المي فايت اشرب من البلوعة. قلت له حبيبي احمد يعني ليش مستحي؟ قلت له كلياتنا فايتين نشرب من البلوعة اذا ما اجت المي كلياتنا وبشكل طبيعي. باليوم الرابع في واحد من السجناء تجرأ قال مي، هيك قال مي، قام الزنزان اللي جنبه كمان قالت له مي، اللي جنبه مي 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 مي. هيك صوت قطرة مي عم تنزل بقلب تمديد المي. أول لحظة على قد ما عم نتوهم فكرنا إنه هذا الصوت مالو صح، والله العظيم إنه هذا الصوت ما بقدر أوصفه بحياتي. بلحظة طلع هذا الصوت كلياتنا اللي كنا بالمحكة صرنا نبكي نبكي من قلبنا، من قلبنا نبكي نبكي كأنه ولد صغير حرمته أكتر شي بيحبه. لأنهم كتير عاليين. عاليين. طب حجم البلاطة؟ 33 سنتي. كيف عرفت؟ لأنه كان معنا واحد بالسجن مبلط، لأنه خياس دولي هذا بيجي عندنا بسوريا نحن. خياس دولي 33 بيجي كل 3 بلاطات متر بنحسبهم. 33 ب 33 يعني. 3 بلاطات هيك متر بحسبوني أو في متر مربع هيك مثلا. المهجر تقريبا كان مساحته 48 متر. أو أقل بشوي يعني هيك 48 47 هيك يعني بهالحدود يعني. هلا بس البلاطات كاملة هم ما بتركب معهم وحدة كاملة، قصوها هون على الحرف. أنا هيك بتذكر اللي بالطول مرة عديناه هون يمكن 26 وبالعرض 16 أو 17. طبعا أرضية الحمام بتكون سيراميك ما هي بلاط، بتكون بعد عن 6 بلاطات عن المهجر عن الباب. 6 بلاطات ممنوع تقرب على الباب نهائيا. وقت اللي بيجي الاكل كل العالم بتوقف هون بالزاويه جاسيا. طبعا ايه لازم اكثر من بلاطين ما نرجع لورا، لازم نكون اذا بيكون عددنا 50 واحد لازم نعبي بس البلاطين هلا، يعني كل واحد بلاطه بلاطه لازم يطلع له. طبعا حشك كله اذا كان في شافوا فراغ باجريهم بتفشون على الحين باشر طعام بسيح الكل. بس قال مثلا اذا ما قالوا حاضر سيدي ممنوع تباشر طعام، مثلا باشر طعام حاضر سيدي صوته ضعيف ما في طعام اليوم. اوكي، وهذا ايش في تحت على هذا الارتفاع؟ نفس هي الشراقة اللي نفس الشيء اللي سميناه طاقة، شيء تحت بيسموه شراقة. بقى على قد ايه عرضها؟ عرضها
بقدر طلع منه وش يعني طول وشي أطول من وشي بشعره. وهذا ارتفاعها وعرضها بالنسبة للباب يعني هاي الباب. لا هي عرضه، أنا عم بحكي عن عرضه ما عم بحكي. هي الباب تمام. أوكي. إذا قلنا هي الباب هي هون صاير على ارتفاع 30 سنتي، هي عريضة هي مستطيلة. تمام. ليش أكبر بالعرض؟ لأنه أنا هي واحدة من العقوبات اللي تعاقبتها جوا هي إني طلع راسي من قلب هي الطاقة ويندعس علي راسي. يعني هلأ إذا هلأ خليني أنا أرسم لك وشي هون، مرة من المرات لحنا إجا السجان طلب هيك طلب، قال ليش ما لا نضيف زنزانتكم؟ لأنه لحنا ما عنا مواد، لحنا عالم جرباني، نحن عنا ما عنا مي، نحن عنا ما عنا ما عنا أي وسيلة حتى نقدر نضيف زنزانة. قال لي مدرسك، عم أنا ما فهمت. قال لي مدرسك، قلت له من وين؟ قال لي مدرسك من هون. عم أنا قلت لحالي أكذب، قلت له ما بيطلع، هو فعلاً راسي بالطول ما بيطلع. قلت له ما بيطلع، قال بالعرض، بيعرف حاله إنه بالعرض بيطلع راس. فعملت هيك، ففعلياً أنا وقت عملت هيك راسي بالعرض مرق بالعرض يعني وقت صار العرض تبع راسي هو الطول الطبيعي. وبعد ما طلعته بالعرض رجع جلس لي إياه بحيث صارت جوزة حلقي على زي ال هي هذا الزيت تبع الشراقة بسموه. أنا صار راسي برا ونط هيك بكل وزنه نط ودعس على راسي. طبعاً أنا هون بلش يعني في قطع تنفس، في شيء بدماغي بلش إنه حسيت الدنيا عم تدور حولي. دعستين ثلاثة، أنا حاولت أسحب وشي، رجعت وأسحب وشي، عم حاول أسحب وشي، قام علق هون خدي على الحيز وصار ينط ويدعس ينط ويدعس ينط ويدعس لدرجة إنه صار يسيل الدم كلياته على الأرض. طبعاً أنا عم بحكي القصة بثواني، بس هو ألم شديد جداً وأزلال شديد جداً. وتركني، بس تركني يعني فيكم تقولوا شبه فاقد الوعي. كله ما في خلاط، ما في مي سخنة، كله باردة، مي باردة. أنا في واحدة كلها بالمهاجع كلها يعني. طيب وصف لنا الممر، يعني هاي الزنزانة تاعتك وهي الهاد، شو شفت غير هذا المنظر؟ هون إيش كان؟ هون الممر. يعني طبعاً. بتقدر تتخيل قدي كان طوله أو؟ والله بظن إنه مكان واسع كتير يعني، منطقة واسعة. قديش يعني واسعة؟ لأنه يعني هاي هو هيك الممر دائري بالعقل، انا هيك بتوقع انه. كيف تتوقع؟ وقت اكلنا عاقبونا يعني اخر شيء انه اكلت كف هيك، بس لمحت انه منطقه واسعه دائريه. بس الدرج اللي طلعناه يعني كثير اخذوك هيك وجابوك هيك، عرفت كيف؟ ايوه من كثر الضرب ما تعرف تميز انت. انا بتوقع دائري انه هيك المحته بتذكر، لانه ضربني كيف بس فتحت عيني ما بايدي. اوكي هي دائريه هيك وزنزانات حواليها يعني. انا بتخيل انه دائره بس انا المحته دائره. صاله دائريه.
بتتذكر. هلا مش مهم يعني مش تمام تمام يعني. تمام هلا يعني انا ضربت لك اياها مثال انه يعني السجين جوا اول ما نفوت على السجن يكون في مخزون من الطعام. بلش هذا المخزون كل ماله بنقص بنقص، بصير بفكر بالاكل طول الوقت، فبصير بفكر طول الوقت بالطعام طول الوقت، بنام وبفيق عم بفكر بالاكل. يعني بعود ما بفكر لا باهله ولا بزوجته ولا اولاده، بقول خلاص ايش بدي فيهم، يعني عايشين ميتين خلاص يصطفلوا، انا المهم يعني بدي احارب انا من اجل اني انا اعيش. الواحد بده يلهي حاله باي شيء، ما نحن حفظانين المهجع بلاطة بلاطة، نعرف نمشي من دون يعني من دون ما نشوف. البلاط في عليه رسمات من الصدف، يعني أيام بعد البلاطة الوحدة كم صدفة فيها كم حجرة، في بعض الصدف ممكن يكونوا أخذين شكل معين، شكل حيوان، شكل كذا. وأحياناً كنا نكتب على الجدران، ما في عنا شيء نحن أدوات للكتابة، نجي مثلاً سحاب، نقلع السحاب يكون من النحاس مصنوع، النحاس يكتب على الحيط، فنكتبه ونمحيه بعدين بقماشة. أحياناً ناس حافظين مثلاً أجزاء من القرآن، ناس ثانيين حافظين أجزاء أخرى، هذه حفظ هاد وهذه حفظ هاد بصوت منخفض جدا. عند اللي بخلصوا هدول كمان خلص ما ظل في شيء، ايام نرد من عيد الحكي اللي حكيناه. فوقت يعني طويل جدا وبنفس الوقت طولت الوقت في حاله من الخوف، لاني باي لحظه ممكن يفوتوا ويقتلوا اي حدا، عرفت علي؟ حتى بالليل ما فيك تنامي، حتى بالليل ما فيك تنامي وانت مرتاح، لأن بأي لحظة بالليل ممكن يفوتوا يضربوا أي حدا يقتلوا أي حدا. فحالة الترقب موجودة على مدار الـ 24 ساعة هذا باليوم، وعلى مدار الشهر وعلى مدار السنة انت في حالة خوف مستمر.